نأمل ذلك سيدي الكريم، ولكن يعني الوجود الأمريكي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. لو كانت أمريكا جادة بوجود حل للصراع على الأرض السورية، كان الأولى بها أن تكف يدها عن نهب وسرق النفط السوري وخيراته، ولكن نأمل ذلك. يأتي يعني الأنباء الواردة منذ البارحة على الأقل من القادمة من الكيان الإسرائيلي لا تبشر بالخير، وهو خروج منظومة الدفاع الجوية الروسية. نأمل أن يكون الخبر غير صحيح، وخروجها من الأراضي السورية وعودتها إلى الفيدرالية الروسية. لا هذا نبأ لا يطمن بذلك، ولكن يعني طالما أن الأمم المتحدة وطالما أن هناك تقدم ولو كان ضئيلا من خلال مباحثات اللجنة الدستورية التي تنعقد بين الفينة والأخرى، يبقى هناك الأمل ضئيل، وكلنا يعني نعقد أو نعول على أن تكون كافة الأطياف أطياف الشعب السوري تتفق على أسس ودستور يمكن أن يرضي جميع الأطياف باستثناء تلك القوات الإرهابية التي أو المجموعات الإرهابية التي ما زالت مستمرة في قتلها وتقتيلها للشعب السوري والمدعومة من النظام التركي الذي يرأسه أردوغان. دكتور عدي، هل من الممكن أن تكون أعمال اللجنة الدستورية مدخلا لحلحلة الأمور في سوريا وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة؟ كلنا نأمل ذلك، يعني لا نحن قدرنا كسوريين لا خيار لنا إلا بأن نجلس على طاولة واحدة وأن نتفق على أسس وعلى أطر سياسية واجتماعية تضمن للجميع المواطنين السوريين باختلاف أعراقهم وباختلاف مذاهبهم وطوائفهم وانتماءاتهم حتى السياسية. لا خيار لنا إلا ذلك. نحن أمام 12 عام من الحرب والمؤامرة على هذا البلد سوريا، لم نجني حتى الآن سوى القتل والتدمير وانتهاك الأعراض والحرمات، ولم وعدنا إلى الوراء كثيرا. فإذا يعني لم يبقى لنا إلا خيار اللجنة الدستورية، والتي هي ستكون تعبيرا وصلنا إلى اتفاق على أن الشعب السوري يعني يتفق على أطر وعلى أسس معينة. شكرا جزيلا الدكتور عدي رمضان الباحث والمحلل السياسي على هذه المداخلة. كنت معنا من بيزا الإيطالية. شكرا جزيلا.